الإمام أبو القاسم البغوي أحد أئمة الحديث من مشايخ الدارقطني ومن تلاميذ الإمام أحمد. كان بيتاجر في الذهب، فالمأمون قال لتجار بغداد إنه عايز يشتري ذهب. المأمون ده أمير المؤمنين وعايز يشتري ذهب، فطبعا الناس اللي هم أصحاب المجوهرات التقال قوي هم لا يدخلوا. طب أبو القاسم البغوي ده طالب علم، يعني عنده مثلا نص كيلو ذهب ولا حاجة، والراجل تاجر الذهب الكبير في بغداد عنده يعني نص طن، طن أي حاجة، اتنين طن أي حاجة من الكلام ده. المهم دخلوا كلهم وجلسوا. المأمون داخل كله قام ما عدا أبو القاسم البغوي، فقال المأمون: لما لم يقم الشيخ؟ قال: أجللت أمير المؤمنين أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصغى المأمون قال: وكيف؟ فذكر بسنده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن القيام للداخل. فأطرق المأمون ساعة، ساعة يعني برهة من الزمن، وقال: لا ينبغي لنا أن نشتري إلا من هذا الشيخ. وأخذ كل ما عند أبي القاسم البغوي، فصح فيه قول الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الحاصل في الكلام أننا ننصب قرينة في الخارج لنعرف ما في بطون الناس.